تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن النقص الحاد في التمويل يهدد تقديم المساعدات العاجلة إلى 9 ملايين طفل سوري داخل البلاد وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار. وقالت اليونيسف إن نحو 6 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة داخل سوريا، وإن قرابة 2.5 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة في البلدان المجاورة. كشف مصدر عسكري عراقي عن نية تنظيم داعش شن هجوم على قضاء حديثة، وأوضح المصدر أن القوات العسكرية كثفت من تحليق المقاتلات الحربية فوق سماء القضاء، إضافة إلى نشر المزيد من القطاعات العسكرية على محاوره بغية إفشال أي هجوم إرهابي قد ينفذه داعش. شنت الطائرات الأمريكية ضربة جوية بصاروخين استهدفت سيارة يستقلها قيادات بتنظيم القاعدة في وادي في منطقة النقبة في محافظة شبوة جنوب اليمن. وتواترت أنباء غير مؤكدة عن قتل شقيق زعيم تنظيم القاعدة سعد بن عاطف واثنين من مرافقيه في الضربة. وصل وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إلى مكة المكرمة في إطار مساعيه الرامية لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج، حيث استقبله الملك سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وبحث تطورات الأحداث في المنطقة. توصلت السلطات والمحتجون في تطاوين جنوب تونس إلى اتفاق ينهي اعتصاما نفذه شبان في المنطقة لمدة 3 أشهر. ومن المنتظر أن تتم إعادة فتح مضخة النفط واستئناف إنتاج المحروقات التي تعطلت لنحو شهر على خلفية الاحتجاجات. أعلنت الحكومة الكوبية استعدادها لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، لكن أي محاولة لانتهاك سيادتها أو فرض تغيير سياسي أو اقتصادي على هافانا ستبوء بالفشل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق التراجع عن اتفاقات أبرمها سلفه باراك أوباما مع الحكومة الكوبية. توصل علماء بريطانيون إلى نتائج أن الاستماع إلى الموسيقى يؤثر على عملية النطق ويغير من طريقة الكلام عند الإنسان. وقال العلماء إن الأبحاث الأخيرة كشفت أن الاستماع للموسيقى يترك تأثيرات ملحوظة على طريقة الكلام عند الإنسان. كون الموسيقى تؤثر على مناطق معينة من الدماغ والتي تعد مسؤولة عن عملية النطق وترتيب الأفكار. نهاية الموجز، في أمان الله.